مساء الفل. والله انا كنت في الاول كنت عايز اقعد اشكر بقى الناس وبتاع، واشكر المركز الفني ان هو بيعمل لنا كل ده، المهندس اللي معانا ومهندس الصوت حسين والناس كلهم اللي اشتغلوا. بس اللي انا عايز اقوله ايه، ان هو مجرد ان انتوا جيتوا هنا ده اكبر شكر ليهم ولينا كده، حسينا ان احنا عملنا حاجه، مبسوطين ان احنا موجودين معانا النهارده ان شاء الله، ونتمنى تنبسطوا. شكرا. لا تكبر الإنسان ولا